أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحرير 15 محضر ضبط لمحال تجارية علاوة على إغلاق محل واحد لم تلتزم بالقانون والإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا. وأضافت الوزارة أن فرقها التفتيشية قامت برصد 262 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات الخضروات للوقوف على مدى التسامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات. وذكرت أن الفرق التفتيشية راقبت 38 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع واستلام المواد الغذائية لمستحقيها، فضلا عن 8 مخابز آلية تابعة لشركة المطاحن الكويتية.